السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى لا فيديو ديالي تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نتشارك معكم سيجارات بالروز واللوز والزبيب والحليب المركز المحلى اللي هو نيستلي. ندوزو للمقادير. عندنا نيستلي حلو اللي هو الحليب المركز المحلى، عندنا ربعة ديال الروز، عندنا كاس ديال اللوز مسلوق ومقشر ومقلي، عندنا نقولوا نص كاس نتاع الزبيب مرقد في المزهر، وعندنا عويدات نتاع القرفة مع مليحة. والآن ندوزو للطريقة. درنا الروز يتسلق دابا، وعادي نزيدو عليه الحليب المركز المحلى، غادي نزيدو عليه الزبيب اللي في الزقنان، ونزيدو كي قلنا الزبيب اللي في الزقنان من قبل في المزهر. دابا هنايا درناها فوق البوطة على نار متوسطة باش يتشرب الرز هذاك الحليب المحلى المركز المحلى. صافي هاهي دابا واجدة. غادي نزيدو عليها الرز اللي اللوز اللي حمرنا، غادي نهرمشوه شويه كون كاسي هكا مهرمش هي شويه ماشي بزاف، ونخلطوه حتى هو مع الرز والزبيب، اولا حيت نكونو كنطويو البريوات نحطو شويه من الفوق، كل واحد كيدير الطريقه اللي كتريحو. كنهرسو اللوز، انا هذه الطريقه تاعي باش كنهرمشو هاللوز. ها هو تهرس ولا مهرمش كما كتشوفوا هكا. كنضيفوه على الرز ديالنا اللي سبق لنا وجهزنا من قبل، وكنخلطو كنخلطو كل شيء مزيان. كناخذوا الورقه، الا كانت صغيره كنقسموها على أربعة، والا كانت كبيره كنقسموها على ستة مثلثات بحال بيتزا تماما. صافي وكناخذوا الحشوه وكنديروها في الوسط، كنطويو الجناب وكنبرمو كما كتشوفوا دابا. هاد البريوات هادوم حيت كنساليوهم، كاين اللي كيقليهم وكاين اللي كيخرجهم الفران بعد ما كيدهنهم بزبيده. وبالصحه والراحه.